هذه شوربة العدس اللذيذة اللي سويناها اليوم، شوربة سهلة، كل الخضروات حطيها، البصل، الجزر، اوكي، البطاط، حطيت سلري، شو بعد حطينا؟ يعني انا عشان مقدار صغير هذا، فحطيت فنجانين عدس او فنجان ونص، وشوي كمشة من الشوفان، والبهارات العادية، فلفل اسود وملح شوي، اذا بتحطين مكعب ماجي، شوية ليمون، حلوة. فهذه من بعد ما نعمناها وطحناها طبعا، اوكي، راح تاخذ غلوة الحين، شوية كريمة انا حطيت معاها، نخليها شوي وعقب خلاص تكون جاهزة. وهذا صحن المتبل اللذيذ الجميل اللي سويناه اليوم، شوينا حبة باذنجان وحبة فليفلة، اوكي، وقشرناهم، انا حطيت معاهم شوية كزبرة وبقدونس وطحينية ولبنة وملح وصمه وزيت الزيتون وعصرة ليمون لازم. فهذا طبقنا اليوم. هني عندنا اللحم شرايط تندر لوين، اوكي، نسوي سندويشات اليوم، فطورنا وايد خفيف نفس الوقت لذيذ وطيب ان شاء الله. طبعا نتبل، حطينا الملح، الفلفل الاسود، حطينا خلطة الكزبرة مع الثوم، اذا انتي حاجة حاطين برضه شوية صوص فلفل اسود كذا. هذا شاورما دياي، دياي مقطع شرايط، صدور دياي، تبلينها برو، فلفل اسود، فلفل احمر، شوي ملح، حطين كزبره، الاشياء اللي انتي تحبينها يعني. زيت الزيتون انا حاطه هني، شو تحطين بعد؟ احاول اتذكر اللي حطيت، عصره ليمون شوي. شو بعد يا ربي؟ حطينا ثوم مهروس. والله يعطيك العافية، بنسوي سندويتشات. هاي سندويتشات اللحم اللي سويناها. أول شيء الخبزة هاي تورتيلا موجودة في الجمعيات، حطينا لبنة تحت وحطينا شوية الرانش، صلصة الرانش اللي مات السلطة، انزين، وحطينا اللحم فوق البقدونس والكزبرة شوي، ونلف مثل ما لفينا هذي الأهلي. العافية علينا إن شاء الله، وبنكمل باقي الخايمة. هذا مش بوتيتو، عملناه بطاطس المهروسة. أول سلقنا البطاطس، أنا هي أحط فيه طماط، أحب طعم الطماطم يكون معاه. سلقنا البطاط، أوكي، وهرسناه مع شوية ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر شوي، حطيت كزبرة بقدونس معه وشوية كريمة. وشو بعد حطينا؟ هيك وجبن. هرست الكشري وحطيته في هالصحون ودخلت الفرن، بس ابغي ان الوجه يعني يتحمر من فوق، ففوق في جبن وقطعه من الطماطم. هذا المشبوكي. هاي سندوتشات الشاورما دياي سويناها في الخبز العربي، حطينا بطاط، طبعا نحط في خلطة المايونيز، حطي شوي، وفي عندنا طبعا بعدين بريكم السمندر المخلل اللي انا مسويته. هذا فطورنا اليوم، شوربة العدس اللي سويناها، اوكي، هاي سلطتنا اللي عليها شيبس الناتشوز، اوكي، وسوينا المتبل والمشبوكيتو، وهذا مخلل الشمندر انا مسويت منه، طريقته موجودة عندي في القناة. هاي سندويتشاتنا ما شاء الله وتبارك الرحمن، باجي نلفهم بس اللف الاخير. وهذا صحن فيه سمبوسة وفيه فلافل، اوكي، والحمد لله هذا المشبوكيتو الثاني وبس. اليوم هذا فطورنا.